فطبعا انا بهني مجلس اداره اللي ادى دفعه قويه جدا للعيبه وللجمهور. المجلس بالكامل نعم بيروح علشان يحضر المباراه دي تسوى ايه؟ ان انا المجلس كله واقف ورا الفرقه في الظروف الصعبه اللي كنا فيها. الحاجه الثانيه كابتن في محمود الخطيب وهو في مرض او بيسيب المرض ويسيب كل الدنيا ويجي علشان يحضر تدريب اللعيبه ويقف ويحذرهم وبعدين يرجع تاني لان الدكتور محذره ان هو ايه. فطبعا بنشكره، بنشكر مجلس الاداره وبنشكر الجمهور العظيم العبقري اللي عمل كل حاجه. وجمهورنا ده هو نمره واحد ونمره اثنين ونمره عشرة، وقبل ده وده كابتن توفيق ربنا، لان ربنا دايما معانا وربنا دايما بيساندنا، لانه احنا دايما عندنا مبادئ وعندنا قيم، عمرنا ما نغلط في حد، عمرنا ما نسيء الظن بحد، عمرنا ما نسب حد. ربنا دايما بيبقى مع الانسان المخلص الراقي اللي عنده مبادئ اللي عنده اخلاق. بنقول للكابتن كل سنه وانت بألف صحه وترجع لنا بألف سلامه.